شيخنا بالنسبة لصدقة الفطر، رجل مدين، رجل مدين مدين يعني ينفق على أهل بيته من الدين، فهل تلزمه صدقة الفطر؟ هذا بارك الله فيك يتعلق بالمبدأ العام، حينما يقول اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يؤكد ذلك في قوله ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا الرجل إما أن يشعر بأنه مستطيع أو ليس بمستطيع. أما كونه مدين وكونه يعني نعيل، هذا لا يعني أنه غير مستطيع، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فهو الذي يحكم أنه يستطيع أو لا يستطيع. رب إنسان ادان دينا لأمر ثانوي، فهو يفي بهذا الدين شيئا بعد شيء، وهو عامل يعمل إما في مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك. فمثل هذا مثلا، أنا أقرب هذا تقريبا، مثل هذا الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر. إن تصورنا إنسانا اليوم لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضع دنانير، إن تصورنا هذا الضيق، وهذا أستبعده جدا في العصر الحاضر، فبإمكانه أن يستدين. وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادرا على الوفاء. على أنني أتصور شيئا آخر، مثل هذا الإنسان المفروض أنه فقير ويتبع هذه الفرضية فرضية أخرى، وهي أنه ستأتيه الصدقات، فإذا جاءته الصدقات فسيستطيع أن يخرج منها إن كان لا يجد في جيبه ما يشتري به ما يتصدق. فالأمر يعني ليس في ذلك الحرج الكبير. على كل حال المبدأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.